طب خليني بقى اروح يعني ليه اداء عندنا الفريق اصلا في النادي، وانت كلمتي ان اصلا احنا بقالنا كتير ما خدناش البطوله دي، ليه يعني ايه كان الدروب، المشكله كانت فين؟ احنا كنا ما خدناش بطوله المنطقه السنه اللي كنت مع نفس الجيل ده، بس السنه دي السنه اللي قبل اللي فاتت بس بطوله المرتبط دي نفسها ما طلعتش بره النادي بقالنا 8 سنين كده واخدينها ورا بعض، والبطولات اللي قبل كده البطوله اللي نفس الموضوع، والفيرست تيم برده كان عامل معانا شغل جامد قوي الصراحه، يعني برده ماتش الظهور اول ما كسبنا جم حيوا معانا في اخر الماتش، حلو قبل الماتش بقى ماتش من حي جم حيوا معانا في اخر الماتش، كانوا موجودين كل ماتش بيجي على الكوارتر الثاني بيشجعونا في الماتشات، انا اشوفهم كذا مره كتير جدا الحمد لله. طب يعني قدام بعد كده الفكره بتبقى ازاي؟ يعني انتوا هتطلعوا بقى بعد كده فيرست تيم، وبعد كده ممكن حد منكم يحترف، وممكن حد يكمل مشوار بعد كده بعد الدراسه في المجال ده، هل حد منكم بيفكر او فكر في حاجه كده؟ هو انا كفرحه انا هكمل لحد الجامعه، لو الحمد لله ربنا وفقني ان شاء الله يعني وكل حاجه لسه كويسه هكمل بعد الجامعه برده ان شاء الله. عايزه تكملي كلاعبه؟ اصلا الباسكت ده حياتي يعتبر، يعني الباسكت باين حابه مذاكره مش قوي برضه، حابه مذاكره. شكلك يا فرح مش شاطره في المدرسه. لا انا شاطره جدا. انت في الجامعه دلوقتي داخله جامعه؟ لا ناقص لي سنه. ناقص لك سنه؟ اوكي، بس انت اتاخرتي او حاجه؟ ده بسبب ال لا انا دخلت متاخر. لا الحمد لله، لا مش الدرجات دي، ما وصلتش المرحله دي لسه الحمد لله. يا عايزه تدرسي حاجه ليها علاقه برضو بالباسكت ولا لا شهاده وخلاص؟ لا لازم شهاده كويسه برضو عشان لو حصل اي جات لي اصابه قعدت في البيت اكون عندي شغلانه جنبها برضو. انا لسه هسالكم عن الاصابات بس خليني اعرف برضو نرمين انت راسمه ايه لنفسك؟ يعني واضح ان لسه مش راسمه حاجه. لا مش كده، في ستيم ان شاء الله يعني سواء في النادي الاهلي او في اي نادي، طبعا كل واحد فينا يعني عينه على سكولرشيب عشان يسافر بره يعني. بس والدراسه حابه برضو تدرسي؟ لا انا الدراسه عايزه يبقى كارير لوحده، يعني انا عايزه يعني مش عايزه الكارير بتاعي في الدراسه يبقى ليه علاقه بالباسكت. اوكي، عايزه ده يبقى كارير وده يبقى كارير. كويس جدا.